سيناريوهات عدة يتناولها الخبراء في حال نفذ رئيس ترامب تهديده بالانسحاب من الاتفاق النووي. البداية ستكون مع أسواق النفط، حيث من المؤكد أن إعادة فرض العقوبات الأمريكية من شأنها أن يخفض من صادرات النفط الإيرانية بمقدار 500 ألف برميل يوميا، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار النفط التي تشهد ارتفاعا بالفعل خلال العام الحالي بنسبة 11%. على المستوى التجاري، فإن استمرار العقوبات الأمريكية سيؤدي حتما إلى عرقلة صفقات تجارية تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، ومن أهمها صفقة أبرمت بين طهران ومجموعة إيرباص لإشراء 100 طائرة نفاثة بقيمة 19 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقتين أخريين مع شركة بوينغ لشراء 110 طائرات بقيمة 19 مليار ونصف المليار دولار. العقوبات الأمريكية ستشكل أيضا عائقا أمام الشركات العالمية للاستمرار في العمل داخل إيران بسبب تداعيات محتملة على أعمالها التجارية أو المصرفية، فضلا عن خطر نشوب صراع مسلح حال استئناف إيران تخصيب اليورانيوم. أما السيناريو الثالث فهو إعادة توازن القوى على الساحة الدولية، حيث ستستفيد قوى أخرى من استئناف العقوبات الأمريكية كروسيا التي ستلجأ لها طهران في صفقات التسليح وتعويض الفراغ التجاري الذي سيتركه الغرب في إيران. هناك أيضا الشركات الصينية التي ستطرح نفسها كبديل للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين. تنامي المخاطر النووية ستكون هي السيناريو الرابع، فانهيار الاتفاق سيعرقل جهود نزع السلاح النووي، وهو ما أكدته إيران التي أعلنت عزمها استئناف البرنامج النووي والانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية حال انهيار هذا الاتفاق. المخاطر النووية لن تقف عند طهران فقط، بل إن هناك مراقبا آخر للوضع وهي كوريا الشمالية التي قد تتراجع عن وقف تجاربها النووية. أما السيناريو الخامس وهو الأخطر فهو المواجهة، حيث تصمم إسرائيل على كبح النفوذ الإيراني في المنطقة، وسبق وأن هددت في الماضي بقصف المواقع النووية الإيرانية لمنعها من الحصول على أسلحة. وأمام كل هذه المعطيات لا يزال هناك جوانب أخرى يراها الكثيرون إيجابية لانسحاب ترامب من الاتفاقيات، حيث إنه سيفرض حصارا تجاريا واقتصاديا على الصادرات الإيرانية، بما يسمح بالتصدي لأنشطتها المزعزعة للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وتكثيف مصادر تمويل الميليشيات المسلحة خاصة في اليمن وسوريا ولبنان. إذن العودة إلى المربع الأول، أزمة ستكون لها تداعيات خطيرة على الشرق الأوسط وتفجر أزمات جيوسياسية في المنطقة، خاصة في ظل رفض إيران توسيع نطاق الاتفاق ليشمل برامجها الصاروخية.